منذ حوالي أسبوع نفطل اتخذت إجراءات لحماية العمال وحماية المستهلك ثانيك بتوزيع على مستوى المحطات، كل محطة في الجزائر العاصمة توزيع لي غون دو بروتيكسيون ولوجيل هيدروالكوليك هذاك مع لي برودوي دونتروتيان ثانيك، منهم ثانيك باش يمسحوا لي زاباري ا شاك اوزاج. ولحقتنا البارح ثانيك تعليمه من عند لو ديريكتور دو برونش باش يسيو يقلوا مع الاحتكاك مع الخدام مع لو كليون باش ما نسيو نتفاداو كاع الماكسيموم تاع انتقال هذا الوباء هذايا. وفي لي كاس ثانيك حطينا لي جيل هيدروالكوليك ثانيك ونسيو الماكسيموم الخدامين ما يكونش كاين كونتاكت بينه وبين الزبون، يسيو يخلوه في كيما لاكاس بريبي راكم شفتو كاين غير ان كونتاكت تاع لاموني هذا ما كان، ولو كليون هو يسربي روحو ومن بعد كاين ان اجون يروح ينقي موراه لي بيستولي. من عند لا ديريكسيون تاعنا لحقتنا باللي راهم جايين من عند البلديه لي سيرفيس ديجيان يجوزوا على لي ستاسيون تاني كاع بلي كارشير ودي برودوي ديجيان تانيك باش ينظفوا كاع هذه المساحات هذوما تاع المحطه.